فريق الجيم. أنا هي. ها أنا. أشوفك مرة تانية؟ ما عايش ما ماتش لما ياجي كيف لو كنش في مية بعد كده؟ راسل كرو كان شاعر وزجال وأديب وصحفي اشتغل في جريدة المحروسة. من خارج أوروبا وشمال أفريقيا. بما تحدق؟ هل تعاني من مشكلة مع ثيابك؟ هذا أمر لا يعنيك. ما الذي تفعله؟ تحدق بي فحسب؟ أنت لا تعني لي أي شيء، فلماذا أحدق بك؟ أنت ابتعد. أقف أينما يحلو لي، لا دخل لك أنت. لست في مزاج جيد اليوم. أنا أحذرك. دعنا نذهب بروس. هل تظن نفسك رجلا عندما تركل قطعة قماش؟ هذا مستواك. أشعر بميل هنا. هير هنا. بيسجل التعادل من جديد 24-24. زوبانج بال بابا شي مهم. وهلا توفقت بوظيفة بلبنان. برافو. يا نعم. ايوة كده. يا وسيادتك بقى تبقى مين؟ شواري في كل شيء. وانت مصدق انه بحبك؟ مش عيب عليك اللي عملتيه؟ فات الزلمة على بيتنا مش عيب؟ غنائك بذاتك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتطبيب البشرة. على خط
وصفتنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنم الفرصة تعرفي كل حاجة عن جمالك. يلا اتصلي بينا على 59-32 او من اي خط ارضي على 09-5-74. فاكرين اول اعلان لينا لما طلع محمود ياسين بصوته يقول اصاب من استشار القى جميع الحسن فيه مصورا لو انك انا قدري ان انا دلوني سمرة قدري ان شاي ده قدر. لا انا اللي اقصده ان في ستات كتير بيبقوا مش حابين حياتهم بعد مرحلة جواز معينة مثلا 10 سنين 12 15 يقولك ده مش هو ده الراجل اللي انا كنت اكتشفت بعد 12 سنة كتير. لا بيكتشفوا بعد دي اوضة في بيتنا. هي اوضة في بيتكو. وبعدين انا ابويا وامي يقفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض. السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولد السرير؟ يا سلام جوازها هتبوظ عشان مولد السرير. وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر وكل شوية ادفع عرافة تدفع عرافة. هو في حد فيكم بيدفع حاجة؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيدة وحيدة زي هانم يا رجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن. ما حصلش ما كنتش واخده بالي. عيني انا ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل. انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته. ده اللي انا بفتقده. الحنان. يا لهوي. انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجة. لا إله إلا الله. أنا اتشددت ليكي من أول ما دخلتي باب الفيلا. عارفة؟ وأنت بتاخدي حقنة الأنسولين حسيت إن السكر بيتدلدق من شفايفك. ولا وأنت بتاخدي دواء الضغط. الضغط كان اللي علي إحساسا بيكي. ولا دواء الحموضة وأنت بتاخدي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه إيه؟ ما تنساش ان اخويا